هلا رح نبلش اول شيء نعمل الحشوه تبعت كبه السمك. رح نبلش عندي هون بالبصل ورح نفرمه. مكعبات صغيره. ما بدي اياهم كثير ناعمين لانه بدي يبين فيها شويه البصل. كثير درجة موطح الكبة هلأ بالخليج. هاي الأكلة عملتها تقريبا من شي 6 سنين. كنت أنا والشيف تبعي الشيف ماركن دكجي بوجه له تحية. عملناها بأول مرة بأول مطعم عملته بالكويت. هلأ رح نحط طنجرة عنا على النار. رح أعوز هلأ هون مع زيت زيتون. إذا بدكم تحطوا زيت ذرة ما في مشكلة كفي الكمية. هذا الصوت بدي أسمعه. رح أضيف هلأ رشة ملح صغيرة. مثل ما شايفين عندي هون البصل صار هاللون الحلو، لون هيك مكرمل من السكر تبعه بيعطي هاللون الكراميل. هلا رح بلش ضيف البهارات. ضيف شوية كمون، عندي كاري مدرس، العصفر او الكركم، واخر شيء احلى شيء الزعفران. رح نقليهم كلهم. تلاقيت البهارات كثير مهمة، النكهة في قلب البهارات وقت بتصير على النار بتعطي نكهة أكثر. روايح ولا أحلى من هيك. رح أحط شوية فلفل أسود. الله يسامحك يا عليا، والصناعة مبهرة عم جابت لي برج إيفل. منطفي النار. هلا عندي أنا هون زبيب الحلو او الكشمش، هو العنب المجفف، حضيفهم معهم. عندي شيء اسمه زراشك او زراشك الاحمر، كثير طيب، استعملوه مع الرز، طعمته حامضه بيعطي طعم كثير طيبه هلا مع الحشوه. رح خليهم يتقلوا على مهلهم. مطفين النار. درجة حرارة الطنجرة رح يكملوا استوى. رح بلش أنا هلأ شو نقطع السمك لحتى نكمل عملية الحشوة. هلأ رح نجيب السمك من البراد نقطعه، بس قبل ما نبلش نقطع سمك أهم شيء يكون عندي أنا المقلية تبعتي حامية مزبوط، لأنه سمك كتير دقيف. رح استعمل سمك الهامور من خيرات خليجنا العربي. السمكة كتير طيبة، طعمتها أنا كتير بحبها. قريبة لسمك عنا سمك اللقوز، كتير قريبة بالشكل، شوي للدقة كتير منيح لحتى تميز بيناتهم. رح أقطع السمك ما شايفين هون عكس الألياف، بعدين رح نقطعهم هيك لمكعبات صغيرة. خذوا سمك من عند اللحام أو من مسمكة فيليه أحسن وأريح لكم للبيت. لحتى السمك عندي ما يلزق الأفضل نحطهم في صحن صغير أو بول صغير. ونحط عليه هون شوية زيت، زيت زيتون، ونخلطهم لحتى يفرفدوا عن بعضهم ويصير عملية التقلية تبعتهم أسهل كما شايفين هون. ونحن عم نقلي بنحط شوية زيت بقى، ما بدها أكثر من هيك، ومنقليهم على نار كتير كتير تكون حامية. أنا ما رح أتبل هون، رح أتبل آخر شيء
شويه ملح وبهار، واخر شيء بتعرفوا مثل ما شايفين التبله تبعت البصل وفيها بهارات كثيره، فما بدي ضيع كثير نكهه السمك بالبهارات، بدي احس كمان بطعمه السمك. ما قلت لكم شويه زيت صغيره، وبدنا الزيت لحتى يدخن، نخليه لحتى تقريبا يدخن يكون حمي معناتها مضبوط، بهالحاله نعرف حالنا ان احنا في السليم. عندي الزيت صار كثير منيح، شايفين بلشت الدخنه، هذا اللي بدي اياه. ثواني صغيرة، ريحه السمك كثير حلوة، رح ملح بهر بسرعة، شوية بهار صغيرة مو أكثر. ونطفي، هلا رح انقلهم مع البصل لحتى كلهم يتخلطوا مع بعضهم. نحرك بمعلقه، ننتبه ما بدي كسر حبات السمك، بدي اخليهم على حالهم حتى يطلعوا كثير حلوين بالحشوه. الحشوة عندي تقريبا صارت جاهزة، ناقصة الفاينل تاتش او الاخر لمسة تبعتها، هي الكزبرة الخضراء والصنوبر. هلا اذا حابين انتم طعمة، اذا ما بتحبوا طعمة الكزبرة الخضراء اخر شيء تكون نية، ممكن تحطوها اول شيء مع البصل وتقلوها، بس انا بفضل تكون نية، بتطلع كثير طعمتها طيبة وبتعطيكم لون حلو مع الحشوة. شوية كزبرة خضراء مغسلين منيح، ضيف هلا الكزبره، شايفين هالالوان الحلوه الاصفر مع الاخضر. الصنوبر على كيفكم، شو قد بتحطوا الكميه، رح احط تقريبا معلقتين ونص، برجع بخلطهم كلهم مع بعضهم. هلا رح اترك انا عندي الحشوه لتبرد، ورح ننظف المطبخ لحتى افرجيكم كيف رح نعمل عجينة الكبة. هلا رح نبلش بوقت العجينة. رح ناخذ عندي هون بصل احمر، رح نقطعه مكعبات صغيرة، ما ضروري نوع الفرمة، بس المهم تكون مكعبات صغيرة لحتى تمرق عندي بالمكنة. رح نحطهم هون بهالبول او الطاسة. بصل كثير مهم بعجينة الكبة. اخلط معهم برغل الاسمر اللي حبته ناعمة. رح نتبل البرغل بفليفلة او بابريكا، كمون، واخر شيء عندي شوية زعفران بودرة لتعطيني النكهة صغيرة واللون الحلو ليلبقوا كلهم مع بعضهم. رح نحط رشة ملح، بهار ما بفضل نحط لأنه ما رح يأثر طعمته ولا رح تبين. عندي هون المي، تقريبا بتاخذ لكل كوب برغل رح ياخذ معنا تقريبا من ربع لنص كوب مي لينتقع البرغل ويشرب هالمي. نضيفهم شوي شوي، أنا هون حافظان عياراتي. هلأ منعيفهم تقريباً رح ياخدوا من 5 دقايق لعشر دقايق لحتى ينتقعوا يكونوا عنا جاهزين. بهالأثناء عندي أنا السمك بالتلاجة، رح نعملهم مثل الموس، رح نخلطهم مع التلج مع بعضهم بالبلندر. نخلط أول شيء على سرعة خفيفة لحتى يتخلطوا كلهم مع بعضهم، بعدين نزيد اخر شيء السرعه.
رح نفضي السمك، صار شكله كتير حلو بشهي، كمان قوامه كتير حلو. في ناس بتقول لك انه السمك على النار بفرط ما بتزبط كبة السمك، انا بقول لهم لا بالعكس، السمك على النار اذا كان مطحون بشد اكثر. هاي الموس تبع السمك صار جاهز، رح نبلش هلا بقى نخلط الكبة. رح استعمل هذا الوعاء الفخاري الغدارة، كثير منيح للكبة ومهم وانا بحسه انه اورجانيك. هلا البرغل في عالم بتقول لك ايام انه لما البرغل ناعم انه لشو بننزله على المكنه، كثير مهم ينزل على المكنه لحتى حبه البرغل تكسر، لانه وقت القلي ايام بنشوف الكبه فيها قطع برغل مبينه بيضة، هي بتكون لانه البرغل منه منعم منيح. وشغله ثانيه بتكون الكبه مقليه على زيت كثير حامي، لانه البرغل اذا نزل على زيت حامي رح تنفش الحبه وتبين مثل نطبع قطعه صغيره، هي بكون لا مش زيت حامي او الكبه منا من دار على المكنه. رح ندعكها بالايد شوي لنشوف القوام تبعها، انا شايفها ممتازه. من بعد ما خلطناهم مزبوط شايفين البرغل كيف على بلم على بعضه، ما رح هلا اضيف كميه مي لحتى نخلطهم مع مس السمك او مع السمك المطحون، بعدين بنشوف كمية المي، إذا بدها شوية مي بنرجع بنضيف لها شوية مي صغيرة. بنضيفهم على دفعات. هلا إذا حابين تعملوها كمان للكبة من دون سمك فيكم تعملوها برغل، بس بدكم تديروه منيح على المكنة وتقلوها بحذر كمان بتصير. هلا رح أعمل شغلة، رح نقطعها لقطع صغيرة وأنا عم بكبس بالإيد الثانية لحتى نخلطها على المكنة. رح ندعك الكبة دعكة صغيرة، نعملها على شكل طابة، قوامها كتير منيح، طراوتها حلوة، ما تخافوا بترجع بتنشف. أهم شيء نحن عم نعمل الكبة مكبكبة نرجع نضيف لها شوية مي لأنه رح تنشف. هلا إذا كانت معكم صار غلط وكانت الكبة العجينة كتير طرية، بنضيف رشة طحين صغيرة بترجع بتستوعب كل هالسوائل فيها وبترجع بتعطينا النشافة اللي بدنا إياها. هلا أنا رح أنقل الكبة عندي هون على هذا البول، رح ننظف المطبخ وفرجيكم كيف رح نعمل ونحشي الكبة. صار عندي هون الكبة الحشوة، انا عامل قبل شوي كم حبة مجهزهم. اهم شيء نسيت اقلكم لازم نصفي الحشوة، لانه اذا فيها شوية زيت بس نحشيها ونقليها رح تطلع من الكبه وتكسر لي الكبه وبصير شكلها منه منيح. انا حاطط عندي زيت كمان على النار، بتاكد من حرارته، كثير مهم نعرف الحراره ونحن عم نقلي. انا لازم اقلي الكبه على درجه حراره 170 ماكسيمو بالكثير، يعني اكثر درجه 170. افضل حراره هي من 165 ل 170 كثير منيحه. فوق 175 بتبلش عندي هون انا عم بحرق الكبه، كبه تنقلب بسرعه العجينه من برا والحشوه ما رح تسخن ومن جوا رح تضل معجنه. تقريص الكبه مثل اي كبه بالبيت نقرصها، رح ناخذ الكبه العاديه، يعني رح ناخذ شقفه بالايد بنحط شويه مي بايدنا، حوالي تقريبا 25 جرام تطلع الحبه. انا معود اذا بدكم تقطعوها لحتى تتأكدوا انه كل الكبة تطلع قياسها نفس القياس. انا هلا هون عم نفتح الكبة بهالشكل،
وسط الاصبع مع شويه مي صغيره ما بدها اكثر، هتطلع عندي بهذا الشكل. هاخذ معلقه صغيره ونبلش نحشي. صار لي زمان ما اشتغلت بالكبه، متاكد مزبوط بنحشي شويه مي صغيره على تم الايد لحتى ما تلزق فيها العجينه. سكرها مزبوط تطلع معنا شايفين بهذا الشكل الحلو. رح اسوي واحدة تانية. شوية مي براحة الايد، شوي بالاصبع، ونبلش بهالطريقة. الرقية هي بترجع لألكن انتو حسب ما بتحبوها، رقيقة ولا سميكة. رح تطلع معنا تقريبا بهالطريقة. نرجع كمان نحشي. صدقوني كتير طيبة، جربوها. في عالم رح تستغرب انه عم نعمل كبة بسمك، بس انا بقولكن انه اكلة. شوية مي على تم الايد ونسكر بهالطريقة. رح نغسل ايدي ونشوف درجة حرارة الزيت لنبلش نقلي الكبة. مثل ما قلت لكم درجة حرارة الزيت لازم تكون 165 ل 170. الحرارة هون صارت منيحة. نبلش نسقط الكبة حبة حبة، ننزلهم بهالطريقة. حرارة الزيت عندي منيحة، رح تاخذ معنا تقريبا بالكتير دقيقتين. ما تكتروا كتير الكمية، لأنه إذا كترنا الكمية الكبة بالطنجرة رح تبرد حرارة الزيت وتطلع عند الكبة شربانة زيت ورح تتكسر معي. فكتير انتبهوا على هالطريقة هاي. لونها كتير حلو، لونها الزعفران. شايفين كيف طلع شكلها؟ لا طلعت حبات برغل، شكلها كتير حلو. اللون تبعها لون ذهبي الحلو، شايفين؟ لأنه مزبوط عيارات البرغل وطريقة البرغل مزبوطة، وحتى حرارة الزيت كانت عندي كتير مزبوطة. كتير لازم ننتبه على هالقصص. طفي الغاز عندي. هلا رح اقدم معها انا صلصه طراطور، صلصه طحينه، طحينه مخلوطه مع عصير الليمون والثوم. اول شيء رح دق سن الثوم ونفرمهم. بدي ما دقه دق للثوم، بدي اعيفه مفروم فرم. بدي احس شوي نكهه الثوم او بالعدة تبعت التوم. أضيف طحينة، بنعمل مطحينة وعصير ليمون، شوية مي، توم، ونتبل بالملح. وبنخلط. بدها شوية مي صغيرة. هلا إذا حطينا عصير الليمون ممكن بصير، بس تطلع معنا الصلصة كتير حامضة. فشوية مي لحتى أكسر طعمة الحموضة. هلا إذا بدكم كمان تحطوا شوية كمون كمان بصير، بقدونس ناعم كمان بصير، بس أنا بدي شوية صغيرة أقدمهم مع السمك. حلو الطراطور تبع السمك يكون رخو منه كثير شادد، لانه بعدين بضايقنا بالكبه بتصير كثير سميكه. رح احط معهم شويه جوز. صار الطراطور عندي جاهز. هلا رح اضب هدول عندي هون لورا، رح فرجيكم كيف رح نقدم الصحن. انا عندي هون هالكبايه او الصحن حاطط فيها ورق الزبده، ورقة جريدة تطلع حلوة. حلو نغير هيك بالتزيين أو طريقة التقديم تبعتنا. وراح آخذ صحن صغير
او فنجان صغير لحط فيه الطراطور واذا بدكم شويه بقدونس على الوش او اي انواع اعشاب عندكم شويه جوز بيطلع كمان بتطلع حلوه وهيك بنقدم الكبه شو بدكم احلى من هيك وهي كبه السمك مع الطرطوس صارت عنا جاهزه